اردوغان هلا فات وظافر مظافر هلأ فات يلا شفتي شو عمل أمير وكيف راح؟ كأنه هربان كان في قلي إنه عم بيدور على أبوه ما كان في داعي خبي بآخر لحظة عرفت إنه رايح على سوريا قلت له بدي روح معك ما رضي ماني فهماني ليش عم يبعدني عنه عاصي بدك تحاولي تهدي شوي أمير عم يمرق بظروف صعبة بعرف هالشي ومشان هيك حابة يكون جنبه لازم ما تتضايقي إذا كان حابب يبقى لوحده تليفونه مسكر وماني عرفانة شو صار معه أكيد بس يجي حيحكي لك كل شي ما بدي تضلي معصبة ماشي أنا رح أمشي وبحكي معك بعدين نيفين خدي هاتي حطي فوق السلطة رح تطلع بتجنن يعطيكم العافية الله يعافيك أهلين عاصي عاصي كيفك اليوم؟ منيحة لا والله مبين مو منيحة بنوب تعي نطلع لبرا شوي نحكي نيفين هلأ برجع ما بطول ماشي امشي يعني أبو الأمير لساته عايش؟ يجوز تعرفي ولا ماني عرفان الشي بالمرة الله يعينه بيكون مكركب كتير هلأ لا تتضايقي وحاولي تحطي حالك محله طيب ليش خب عليه؟ يبس راسه وما خلاني يروح معه هذا كريم أهلين كريم أنا بحديقة الأوتيل بتعرف انه امير سافر على سوريا؟ اي بعرف طيب ليش خليته يروح لحاله؟ ما كان عندنا وقت نفكر، سافر بسرعة كأنك قلقان كمان؟ لك هذا ظافر لحقه لأمير على سوريا بلا؟ ليش؟ ما بعرف، انت بتعرفي؟ لا والله شو بيعرفني؟ موبايله مسكر طيب زافر ليش لحتى يلحقه؟ شوفوا إذا قدر أمير يلاقي أبوه بيلاقي زافر اللي قتل أبوه ما فهمت شو يعني؟ جدكم يوسف بيك استأجر حيدر أبوه لأمير مشان يقتل أبوه لزافر شو؟ شو؟ والله هذا اللي قاله المحامي بس ماني مصدق يعني زافر بده ياخد بيتارو؟ عاصي لا تخافي ظافر ما رح يعمل له شيء اهدي وطولي بالك ظافر اكيد بده ياخذ بالتارو لهيك لحق امير ولما بيلاقي ابو امير رح ينتقم منه امير بيعرف هالشيء لا بس هيك ما بصير لازم نقول له انا هلا مسافر رايح لعند امير فورا بدي روح معك ما بصير انا بس اصر بحاكيك عاصي أهلا وسهلا علي حبي مر مشان سلم عليكي أهلين علي كيفك؟ الحمد لله كيفك أنت؟ عم ندور على بيت هون ملك بتحب السكنة بالضيعة أكثر من البلد
مظبوط، أول شي ما كانت طايقتها بس بعدين حبتها. تفضلوا عدو. إيه؟ ولقيتوا شي منيح؟ لقينا بيت بس كتير مكركب. عم بقلها خلينا نشتري شقفة أرض ونعمر عليها على كيفنا، ما عم تقبل. ولبين ما نعمر بيت على كيفنا؟ وين بدنا نسكن؟ نسكن ببيتي حبيبتي، كلها كم شهر ما رح أقدر أعيش بعيد عن المزرعة. عم فكر نسكن معك خالتي بس علي مانو رضيان، مو حابة ناخد قرار بهالموضوع بسرعة، وهيك ما رح تبقي لوحدك. شو رأيك؟ كريم؟ هلأ مسافر؟ ايه، ما بدي أتأخر، لازم ألحق قبل ما يصير شي. دير بالك على حالك. ايه؟ انت لا تاكلي همي، هلأ فكري بحالك. واحد مثل ظافر ما بينوسف فيه، لازم تعرفي هالشي وتنتبهي منه. ما قلت لك شو ناوي؟ خلص فهمت عليك، بس بكل الأحوال ممكن تكون أنت غلطان. بعتذر منك، والله مو قصدي أتدخل بحياتك. يلا خاطرك، لازم أمشي. الله معك. قلت لك شو هو الحل اللي بيناسبنا. بلاقي أرض منيحة هون ومنخلص عمار قبل الصيف، منخلي الشغيل يشدوا همتن شوي. لو ما بدها مزرعة البيت مو مشكلة، بس هي ما أنا حابة تبعد عنك. عم تتحجج فيكي مشان ما تترك الضيعة، بس أنا بشوف إنه ما لازم نزعجها لخالتك. خالتي الله يخليك، احكي لك شي كلمة، عن جد بتنزعجي إذا بقينا فترة هون؟ شو هالسؤال البايخ؟ هذا بيتكن، فيكن تضلوا قد ما بدكن. شو رأيك علي؟ نحن حددنا موعد كتب الكتاب، ولازم نحل شغلة البيت ضروري. يعني قدامنا يومين مو أكتر. كيف يعني؟ زواجكم باقي له يومين؟ حبينا نعملها مفاجأة، ليش لنستنى؟ وليش مستعجلين على مهلكم؟ يعني ما حدا راكد وراكم، طولوا بالكم. إذا استعجلنا أحسن. في حدا بيحدد موعد العرس قبل ما يفكر وين بده يسكن؟ مثل ما قلت لك، زياد زرع الشتلات كلهم، بس لازم ينرشوا بالدواء. هالشغلة بدي اياها منك لانه زياد ما بيعرف. تكرم عينك. بابا، امير راح على سوريا. ليش؟ قال بده يلاقي ابوه. صحيح جدي يوسف خلى ابوه لامير يقتل ابوه لظافر؟ مين قال لك هالحكي؟ كريم المحامي قايل له هالشي. بترجاك لازم نلاقي امير بسرعه، لانه ظافر وجماعته لحقوه على سوريا وبدهم ياخذوا بيتارون منه. سهيلة أكيد بتعرف وين ممكن نلاقي، خلينا نروح نشوفها. امشي. اسمه نجيب، بتعرف واحد اسمه نجيب شمس الدين؟ أنا بعرف. إيش